السلام عليكم. تفيد تقارير لمراكز أبحاث دولية متخصصة أن دول القرن الإفريقي وهي الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا تحتضن نحو 20 قاعدة عسكرية ل16 دولة، بينها دولتان عربيتان هما الإمارات والسعودية، فضلاً عن الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا. السبب المعلن لازدحام الوجود العسكري الدولي في تلك البقعة الإفريقية شديدة الأهمية الاستراتيجية وشديدة الفقر في الوقت نفسه هو اقتصادي، يتمثل في حماية الملاحة التجارية من خلال مواجهة أعمال القرصنة في الممرات المائية الدولية. لكن مراقبين يربطون هذا الوجود بصراع على ملامح النظام الدولي الجديد الذي تسهم الجغرافيا السياسية للقرن الإفريقي بدور مهم في تحديد شكله النهائي. هذه الحلقة من برنامج حديث العرب تبحث الأهمية الاستراتيجية للقرن الإفريقي وتسأل عن الأسباب الجوهرية لتوافد دول كبرى وإقليمية إليه، بحثاً عن إيجاد مواطئ أقدام لها في تلك البقعة الإفريقية، وعن تداعيات هذا الوجود على الجغرافيا السياسية الجديدة لمنطقة القرن الإفريقي. أهلا بكم. هي تلك المنطقة في الشرق الأفريقي المطلة على الساحل الغربي لجنوب البحر الأحمر مرورا بخليج عدن وبحر العرب، وتمتد مع ساحل المحيط الهندي في الصومال. وبالنظر إلى الدول التي تضمها منطقة القرن الأفريقي وهي إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، تتكشف بعض الحقائق عنها، فالموقع الاستراتيجي أكسب تلك المنطقة أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة، على الرغم من مرور كل دولها بصراعات سياسية وعسكرية دموية وأزمات اقتصادية وإنسانية طاحنة، إذ يرتبط القرن الأفريقي في أذهان الكثيرين بالمجاعات والحروب الأهلية، لا سيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة. الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمنطقة القرن الأفريقي جعلت منها ساحة للتنافس أو ربما صراع بين العديد من القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، لا سيما ما يتعلق بتنفيذ مشاريع اقتصادية وإدارة موانئ ومطارات تلك الدول بوصفها منفذاً رئيساً نحو وسط وجنوب القارة الأفريقية. تتسابق في ذلك قوى دولية مثل الصين والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وغيرها، كما تتسابق قوى إقليمية كذلك مثل السعودية والإمارات وتركيا. غير أن اللافت في الأمر أنه على الرغم من هذا السباق نحو الاستثمار في منطقة القرن الأفريقي، فإن الغالبية العظمى من شعوب المنطقة لا تزال ترزح تحت خط الفقر، ولا تزال دولها غارقة في هوة عميقة من الصراعات والأزمات، باستثناء بعض التقدم السياسي الذي أحرزته الصومال مؤخراً بإجراء الانتخابات العامة، وإن كان ذلك التقدم بدوره لا يزال مهدداً بسبب استمرار عدم الاستقرار الأمني في البلاد. وبحسب محللين، فإن كثيراً من المشاريع التي تطرحها القوى المنافسة في القرن الإفريقي تبدو في ظاهرها مشاريع تنموية من شأنها إخراج تلك البلاد من هوة الأزمات وتفشي الفقر، غير أنها في الواقع قد تمثل مجرد سعي دولي لبسط النفوذ والسيطرة على هذه المنطقة بما لها من أهمية استراتيجية بالغة. إذن القرن الإفريقي الذي كان إحدى البقع الساخنة للحرب الباردة بين قطبي العالم في القرن الماضي، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، تعود في السنين الأخيرة بقوة إلى مسرح الأحداث عبر واجهة اقتصادية لم تستطع أن تخفي البعد الأمني والعسكري الذي يهيمن على مخيلة الدول الموجودة في تلك المنطقة. هذا الموضوع نضعه بين يدي ضيوفنا الكرام، ضيوف البرنامج في الاستوديو، الأستاذ أحمد مولانا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، وكذلك عبر الهاتف من العاصمة العمانية مسقط الدكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية. أهلا بضيفي الكريمان. نبدأ معك أستاذ أحمد، هذه البقعة الشرقية من القارة الإفريقية أي أهمية استراتيجية يمكن أن يتحدث عنها، يمكن أن تضمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القرن الإفريقي هو بيطل على السواحل الغربية للمحيط الهندي،
كذلك هو بيطل على مضيق باب المندب الذي تمر عبره العديد أو أغلب صادرات النفط الخليجية إلى أوروبا وقبل ذلك إلى أمريكا، فبالتالي يعني بيتحكم في موارد وشرايين يعني خطوط الملاحة البحرية، ومن يعني يسيطر عليه يستطيع أن يتحكم في الحركة التجارية العالمية بنسبة كبيرة. لذلك يعني بعض المنظورات الاستراتيجية بتقول أن الدول الكبرى التي يكون لها الهيمنة في عالميا لابد أن هي تتحكم في القوائم، يعني تكون لها قواعد عسكرية وتواجد على طول الخطوط الملاحة البحرية. في عهد الإمبراطورية مثلا البريطانية على سبيل المثال نجد أن كان لها قواعد عسكرية في مضيق جبل طارق، في قناة السويس، ثم بعد ذلك في عدن عند مضيق باب المندب وفي الجهة المقابلة للقرن الأفريقي، ثم في الخليج. الدولة الكبرى مثلا حاليا هي الولايات المتحدة الأمريكية، لها عدد من المصالح الاستراتيجية في هذه المنطقة، ونفهم منها أهمية هذه المنطقة رغم البعد الجغرافي الشاسع بين الولايات المتحدة وشرق أفريقيا، إلا أن لها عدد من الأهميات. بداية الوجود الأمريكي في هذه المنطقة والنظرة له كانت مرتبطة بعد أحداث سبتمبر بملف مكافحة الإرهاب. لكن قبل الحديث عن بداية الوجود الأمريكي سنأتي عليه بعد قليل، لكن تحدثت عن أنها يعني مطلة على الممرات المائية الدولية التي تمر منها جل ناقلات النفط لأوروبا، لكن يعني من المستغرب أن تزداد أهمية هذه البقعة الجغرافية من أفريقيا في وقت يعني يكثر الحديث فيه عن تضاؤل أهمية النفط بسبب التغير المناخي وبسبب اكتشاف الطاقات البديلة. يعني كيف يمكن هذه النقطة ترتبط بما يسمى بقضية أو ملف الصراع في منطقة المحيط الهادئ والهندي. استراتيجية الأمريكية للأمن القومي أعلن عنها في أكتوبر 2022، وفي استراتيجية فرنسية في نوفمبر 2022، واستراتيجية للأمن القومي اليابان في ديسمبر 2022. الثلاثة يتحدثون عن أن أخطر منطقة يكون عليها الصراع لتشكيل النظام الدولي هي منطقة المحيط الهادئ الهندي. هذه المنطقة تمتد من السواحل الغربية لأمريكا إلى السواحل الشرقية لشرق أفريقيا، هذه المنطقة على هذا الامتداد الشاسع. وفي استراتيجية الأمريكية بتنص على أن خلال العشر سنوات القادمة الذي يتحكم في هذه المنطقة سيستطيع أن يشكل النظام الدولي، وترى أن هناك تهديد من قبل الصين في هذه المنطقة. طيب ما هي الأهمية؟ ليست أهمية النفط فقط، حركة الملاحة ونقل التجارة العالمية والدولية ترتبط بهذه المنطقة. التصور أنه في حال حدوث صراع مع الصين، السيطرة الأمريكية والسيطرة الغربية على هذه المنطقة تستطيع من خلالها أن تقوم بقطع خطوط الملاحة عن الصين وبحصار الصين بشكل في الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها، وكذلك في موارد الطاقة التي تعتمد عليها الصين، قطع من أماكن يعني من خطوط مبكرة، ليس قضية تايوان فقط بل من شرق أفريقيا. نعم. فبالتالي هذا يضعف القوة الصينية. لكن في الحديث في سياق الحديث عن صراع صيني أمريكي محتمل، اللافت أن دولة صغيرة مثل جيبوتي مساحتها بالكاد تتجاوز 100,000 كيلومتر مربع تحوي قاعدتين، إحداهما للصين والأخرى لأمريكا. يعني هذا سنأتي عليه، لكن لو أذنت لي أن أذهب إلى مسقط دكتور عبد الله، ما المتغير الاستراتيجي الذي جعل أنظار الدول الكبرى والإقليمية، تحدث عن تركيا عن الإمارات لها وجود وازن في تلك المنطقة والسعودية، ما المتغير الدولي الذي جذب أنظار هذه الدول إلى تلك البقعة الجغرافية القرن الإفريقي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك وبالضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا. إجابة على هذا السؤال، ينبغي أن ندرك أولا أن الدولة الخليجية لم تعد هي الدولة الخليجية التي نشأت ويعني ازدهرت وتبلورت خلال النصف الثاني من القرن العشرين. مع نهاية النصف الثاني من القرن العشرين الدولة الخليجية اعتراها كثير من التحولات وكثير من التغيرات. لم تعد هي دولة الرفاه، دولة الرعاية الاجتماعية، الدولة الأبوية، لاعتبارات كثيرة ليس هذا موضع يعني تبيانها. فبدأت الدولة الخليجية يعني أنماط التفكير الاستراتيجي في داخلها تتغير وتنحو نحو التفكير بمنطق الدولة، بمعنى أنها خرجت من دائرتها الإقليمية ودائرتها المحلية إلى الدائرة الأوسع، فأصبحت تبحث عن مصالحها في المحيط الإقليمي. ومن أبرز المناطق المجاورة والمهمة وذات الوزن الاستراتيجي هي منطقة القرن الإفريقي. فيما يتعلق بالسعودية مثلا، السعودية طبعا
أهمية هذه المنطقة تكمن في كونها دولة تطل على البحر الأحمر الذي يعتبر شريان يعني ملاحي مركزي مهم جدا للعالم، وبالتالي الحضور السعودي في هذه المنطقة حضور متصل بالأمن القومي السعودي بشكل مباشر. الإمارات تتصرف الآن منذ نحو 10 سنوات أو أكثر تتصرف باعتبارها لاعب إقليمي، وبالتالي هي تبحث عن مصالحها في اليمن وفي القرن الإفريقي وفي أماكن أخرى. قطر كذلك يعني بدأت يعني تنحو هذا المنحى، وإن كانت قطر تتكئ بشكل أكبر على القوة الناعمة على الجذب الاستثماري. هل هي المصالح تبحث هذه الدول عن مصالحها، علما أن القرن الإفريقي يعني منذ آلاف السنين بجانب هذه الدول، لكن هل تبحث عن مصالحها الآن استعدادا لمرحلة ما بعد النفط مثلا؟ نعم، يعني الدولة الخليجية لم تعد معتمدة اعتمادا كليا على مداخل النفط أو على مداخل الغاز، نعم، وإنما صار لها مع مرور الزمان صار لها استثمارات، صار لها تبادل تجاري، صار لها علاقات، وهذه المنطقة منطقة حيوية لاعتبارين. الاعتبار الأول هو أن هذه المنطقة تحوي على ممرين مائيين عظيمين مركزيين يحددان مصير الملاحة العالمية، قناة السويس في الشمال وباب المندب في الجنوب. هذا اعتبار. الاعتبار الآخر، هذه المنطقة بكتلتها البشرية وبتموقعها الجيوسياسي، نتكلم عن إثيوبيا، عن أريتريا، عن الصومال، عن جيبوتي، تحوي سوقا واعدة جدا وكتلة بشرية كبيرة، والدول الخليجية الآن وبالذات قطر بدأت تستقطب عمالة من هذه الدول. يعني هناك أعداد مقدرة من العمالة الإثيوبية والعمالة الصومالية والعمالة الأريترية تجدها اليوم متناثرة في السوق الخليجية وبالذات في قطر. إذن الدولة الخليجية تمددت وخرجت خارج منطق يعني التفكير التقليدي باعتبارها دولة رفاه اجتماعي معتمدة على المداخيل النفطية والغاز، إلى دولة تبحث عن مصالحها في الإقليم وبالتالي تتصرف بهذا الاعتبار. كنت يعني تحدثت عن السعودية وعن قطر وعن الإمارات. سلطنة عمان ليس لها يعني حضور كثيف مقارنة بالدول الأخرى، ولكن هناك ميزة تتميز بها سلطنة عمان وهي الحضور التاريخي في هذه المنطقة. السلطنة كانت إمبراطورية وكان لها حضور في شرق أفريقيا وجزء من يعني منطقة القرن الأفريقي، وبالتالي لا تزال هناك وشائج ثقافية وشائج اجتماعية قائمة إلى اليوم. هناك كتل بشرية عمانية لا تزال موجودة في الصومال وفي جيبوتي وفي بعض هذه المنطقة، وبالتالي هذه ميزة يعني تتميز بها السلطنة لا تتوفر لدى الدول الأخرى. نعم. ففي المجمل هذه المنطقة تتعاظم أهميتها الجيوسياسية، وهناك صراع كما أشرت في التقرير، صراع دولي وصراع إقليمي، ودول الخليج ليست بعيدة عن معادلات هذا الصراع، خاصة أن اليمن الذي هو اليوم يعني ساحة صراع والدول الخليجية غارقة في الأزمة اليمنية. طيب دكتور عبد الله، اليمن أرجو المعذرة، يعني ربما أنت تريد الآن أن تعرج، وهذه قضية مهمة على قضية ربما دوافع هذه الدول الخليجية للامتداد هناك، وهذا سنتحدث عنه بشيء من التفصيل بعد الفاصل، لكن أشكرك على الجواب الدقيق الذي أعطيتنيه عندما سألتك عن المتغير الذي طرأ حتى جعل هذه الدول تتوافد إلى القرن الإفريقي، وقد حصرتها تحديدا تقريبا في المتغير الداخلي في دول الخليج العربي. أعود إلى الاستوديو. أستاذ أحمد، لدينا الآن معطيات دولية جديدة، لدينا العالم خارج من وباء كورونا وما تركه من آثار تبعة ثقل في الأزمة الاقتصادية في العالم، ولدينا مستجد خطير جدا وهو الحرب الأوكرانية. في ضوء هذه المتغيرات الدولية، كيف يمكن فهم احتشاد هذه القوى سواء كانت العربية أو حتى الدولية وتركيا في هذه البقعة الجغرافية الضيقة نسبيا، يعني هي في جيبوتي وإريتريا وجزء من الصومال؟ يعني المتابعة التاريخية لتطور الأهداف الأمريكية وحتى هذا معلن أظن أنها تكون مفيدة في رسم صورة هذا المشهد. إحنا الوجود الأمريكي في جيبوتي بدأ في 2001 بعد أحداث سبتمبر تحت لافتة مكافحة الإرهاب، في ظل وجود أفرع لبعض التنظيمات في الصومال واليمن، ثم بعد ذلك مع ظهور موضوع القرصنة قرب السواحل الصومالية تداعت العديد من الدول من أجل إقامة قواعد عسكرية في جيبوتي تحت لافتة مكافحة القرصنة. ما عندنا قرابة 5 قواعد عسكرية لأمريكا، للصين، لفرنسا واليابان وإيطاليا.
الولايات المتحدة الأمريكية هذه هي القاعدة العسكرية الوحيدة الرسمية لها في إفريقيا، يعني هناك لها تمركزات أخرى، مواقع سرية في كينيا وفي غيرها، إنما القاعدة العسكرية الوحيدة المعلنة على مستوى إفريقيا هي في جيبوتي. بعد ذلك، بعد قضية مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة وظهور الصعود الصيني وتغير الاستراتيجية الأمريكية مع مجيء ترامب من إعطاء الأولوية لملف مكافحة الإرهاب إلى ملف التنافس مع القوى العظمى، أدرجت هذه المنطقة كمنطقة حيوية للتحكم في حركة التجارة الدولية وحركة الملاحة، وبالتالي بدأ التركيز عليها من المنظور الصيني، وبدأ حتى بعد ما كان هناك ترحيب أمريكي بالوجود الصيني في هذه المنطقة، وقالوا أن دي تبقى منطقة تعاون بين أمريكا والصين من أجل تحقيق مصالح الطرفين، بدأ مع وثيقة الأمن القومي في عهد ترامب 2017 وتصريحات بعد ذلك لبولتون يتحدث عن أن وجود الصين في هذه المنطقة يمثل تهديد للوجود الأمريكي، وبدأ النظر للصين أنها تدخل في استثمارات لهذه المنطقة محاولة حسب الزعم الأمريكي. لكن هذا الكلام يتعارض ظاهرا مع ما أمر به ترامب من تفكيك القاعدة العسكرية في تلك المنطقة. لم تفكك، هذا كان طرح وقتها، يعني كيف أقامت جيبوتي القاعدة الصينية في الأول؟ كان هناك حديث عن إقامة قاعدة روسية. قيل إنها فككت وأعاد تركيبها. لا لم تفك بايدن. لم تفكك. لا، هذه القاعدة هذا كان طرح موجود في بداية الوجود الصيني، ولكن لم ينفذ وما زالت موجودة، بل اعتبر ذلك أنه بمثابة إخلاء منطقة نفوذ للصين، وهذا سيشجع الصين أن تقيم قواعد أخرى فأمريكا تنسحب. ولا، هذه لا ينبغي أبدا التخلي عنها، وظل هذا الوجود العسكري موجود. إنما ما تم التوقف عنه والعودة له هو فكرة العمليات العسكرية في الصومال. هذا كان جمد ثم أعيد في عام 2022 تحت إدارة بايدن، وبدأ تنفيذ عمليات عسكرية مجددا لدعم الحكومة هناك. فالشاهد أنها تعتبر منطقة، يعني بالمصطلحات العسكرية، انفتاح استراتيجي على البحار والمحيطات. من يتحكم في هذه العقدة المهمة مثل عقدة جبل طارق أي يستطيع أن يتحكم في حركة الملاحة البحرية. ما تولدت عنه قضية كورونا اللي حضرتك تذكر، كان في مشاكل في عملية الشحن والتوريد، دول كثيرة غربية ذهبت إلى دول أخرى في شرق آسيا وفي غيرها، أقامت فيها شركات ومصانع بقت تعتمد على العمالة الرخيصة، وإنها يعني توفر في الضرائب وغير ذلك. ما حدث بعد ذلك من مشكلة في كورونا ومشاكل في خطوط التوريد أشار مجددا إلى أهمية حركة الملاحة وأهمية الحفاظ عليها وأهمية توظيفها في الحصار. إذا حصل نزاع بين القوى الكبرى يمكن من خلال هذه الأماكن حصار مثلا طرف مثل الصين، وكذلك الصين بتحاول أنها تتمدد، حتى هناك حديث عن محاولة أو مساعي لها لإقامة قاعدة عسكرية في غرب إفريقيا حاليا تطل على المحيط الأطلسي. فبالتالي بدأ توظيف إفريقيا كساحة صراع بين هذه القوى الكبرى. يعني حتى أن القمة الأمريكية الإفريقية الأولى عقدت في عام 2014 في عهد ترامب لم تعقد، عقدت الشهر الماضي في عهد بايدن، وتم تعيين من قبل بايدن مبعوث أمريكي لإفريقيا، وأمريكا أيضا أصدرت مؤخرا استراتيجية خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، فصارت هذه المنطقة يعتبروها منطقة مهمة للغاية، لأن أكبر استثمار خارجي فيها هو الاستثمار الصيني، يليه الاتحاد الأوروبي، يليه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم دكتور عبد الله، يعني قد يكون مفهوم وجود الصين في القرن الإفريقي بسبب محاولة تقديم خدمات لوجستية لمشروعها الواعد الطريق والحزام، وقد يكون مفهوم يعني حماية ممرات التجارة الدولية بالنسبة لأمريكا، لكن ما قد لا يكون مفهوما هو الوجود الياباني والوجود الفرنسي في تلك البقعة. ماذا تريد هذه القوى الدولية من وراء هذا الاحتشاد في هذه البقعة القرن الإفريقي؟ نعم، هناك ثلاث أبعاد، بعد أمني وبعد سياسي وبعد اقتصادي تجاري. هذه المنطقة كما أشرت تسيطر على شريان ملاحي مهم جدا، قناة السويس في الشمال، باب المندب في الجنوب، وبالتالي كثير من التجارة العالمية تمر عبر هذا الشريان. وبالتالي هذه الدول، هذه القوى الدولية والقوى الإقليمية كاليابان وفرنسا والصين والولايات المتحدة بريطانيا وحتى تركيا باعتبارها لاعبا إقليميا حريصة على تأمين وجودها التجاري وجودها الاقتصادي. لا يمكن أن تفصل الأبعاد هذه، الأبعاد الاقتصادية عن الأمنية عن السياسية، وبالتالي الحضور الأمني تأمين هذه المنطقة، خاصة أنها منطقة صراعات، سواء صراعات داخلية أو صراعات بينية إقليمية. الصومال مثلا لم يستقر، وهي الدولة التي
هي يعني المنفذ إلى يعني باب المندب، ودولة واقعة في المحيط الهندي، دولة تعيش حالة من الاحتراب ولم تستقر منذ أن سقط نظام سياد بري قبل أكثر من 30 عاما. كذلك الاحتراب بين أريتريا وبين أثيوبيا، لم تضع الحرب أوزارهم يعني أوزارها بينهما إلا قبل فترة قصيرة. جيبوتي لها نزاعاتها وإن كانت هي دولة صغيرة، لكن لها نزاعاتها يعني مع الدول المجاورة. إذن هذه المنطقة ليست مستقرة أمنيا. اليمن تسيطر جزئيا على باب المندب، واليمن دولة غير مستقرة وهي في طريقها إلى التقسيم وإلى التكرد. كأني ألمح في حديثك ربطا غير مباشر بين عدم حالة عدم الاستقرار في دول القرن الأفريقي وبين الطموح الدولي في الوجود هناك. هناك 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 دوافع وبواعث يعني مركبة، وليست يعني دافعا أحادي الأبعاد. يعني كما قلت، البحر الأحمر يشكل شريان ملاحي عالمي في منطقة ليست مستقرة سياسيا وليست مستقرة أمنيا، وبالتالي هذه القوى الإقليمية التي هي حريصة على تأمين هذه الممرات وحماية تجارتها في هذا الحوض، حوض البحر الأحمر، حريصة أيضا على وجود أمني، لأن هذه الدول المحاذية للبحر الأحمر وخاصة في الشق الغربي، الدول الأفريقية بما فيها السودان بدرجة أو بأخرى، ليست قادرة على حماية التجارة العالمية في هذا الممر، وبالتالي الحضور الأمني والحضور العسكري لهذه الدول من أجل حماية يعني تجارتها وحماية هذا الممر المائي تبدو أنها مسألة في قمة يعني الاهتمامات الجيوسياسية بالنسبة لهذه الدول. أنا أشرت إلى اليمن يعني مرارا، لأن اليمن غير مستقر وقد يفرز كثير من الأزمات، وهي تسيطر جزئيا على باب المندب اللي هو المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. فإذا اضطربت هذه الممرات المائية، معنى ذلك أن التجارة العالمية صارت عرضة للخطر. فهذه القوى الدولية، الصين والولايات المتحدة والقوى الإقليمية، اليابان وتركيا وفرنسا ويعني بعض الدول الأوروبية، حريصة على تأمين هذا الحوض وحمايته. القرصنة، هناك قرصنة موجودة أيضا، عدم استقرار سياسي، هناك إرهاب، جماعات إرهابية موجودة في الصومال وفي غير الصومال. فهذه الأزمات قد تفرز أزمات أمنية أكبر، وبالتالي هذه الدول بما فيها دول الخليج وبالذات السعودية، السعودية لا يمكن أن تسمح لمنطقة البحر الأحمر أن تتحول إلى منطقة يسيطر عليها القراصنة، منطقة يسودها الاضطراب الأمني، لأنها دولة محاذية للبحر الأحمر ولها موانع على البحر الأحمر، وبالتالي فهي حريصة على تأمين هذه المنطقة. طيب، هذا تحدثت عن دوافع الدول الكبرى، لكن بعد الفاصل سنخصص جل الحديث للتطرق إلى دوافع الدول العربية وتحديدا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. نواصل هذا الحديث بعد العودة من فاصل. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشرب. ونكف التصوير. أسعدكم الله، هذه عودة لاستئناف الحديث بشأن الحضور العربي والدولي في منطقة القرن الأفريقي، ويسعدني الترحيب بانضمام ضيف جديد إلى هذه الحلقة، الأستاذ من عبر سكايب من ستوكهولم، الأستاذ ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية بالسويد. أهلا وسهلا بكم أستاذ ياسين. أريد أن أسألك عن الحضور الإقليمي والدولي الكثيف
تحديدا العسكري في منطقة القرن الأفريقي. إثيوبيا هي أكبر دول القرن الأفريقي مساحة وأهمية وعدد السكان، كيف تنظر إثيوبيا لهذا الوجود العربي والدولي في محيطها، في جيبوتي، في إريتريا، في الصومال؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا على الاستضافة أستاذ جهاد. عليكم السلام. على قناتكم قناة الرافدين، وكما أحيي السادة المشاهدين وضيوفك الكرام. نعم، كما تعلم أستاذ الفاضل أن أثيوبيا يعني تمثل يعني تاريخيا هناك ثلاثة أبعاد لأثيوبيا أو لدول القرن الأفريقي وتحديدا أثيوبيا. أولا العلاقات، الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي تربط بين أثيوبيا ودول القرن الأفريقي والجزيرة العربية منذ يعني أول هجرة في الإسلام كانت إلى الحبشة، عندما أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه وبالهجرة أن يهاجروا الحبشة، فقال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا كانت الحبشة تمثل، وهي الآن يعني أثيوبيا في الوقت الحاضر، يعني الحبشة أو منطقة القرن الأفريقي تحت مملكة الحبشة كانت تمثل يعني مهدا للتعايش السلمي بين الأديان، وهي أول دولة أول مملكة أعطت لجوء للحريات الدينية وللمسلمي مكة. فبالتالي هذه العلاقات، الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين منطقة القرن الأفريقي والجزيرة العربية ثقافيا واجتماعيا وحتى أيضا اقتصاديا، العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزيرة العربية ودول القرن الأفريقي هي ضاربة في التاريخ، وهذا البعد التاريخي. أما عن البعد الجغرافي والديموغرافي، أيضا أثيوبيا هي دولة محورية في دول القرن الأفريقي، فبالتالي لكن يعني معذرة. نعم. معذرة. نعم. أستاذ ياسين. نعم. نعم، هي الروابط على ضفتي البحر الأحمر تاريخية وحتى قبل الهجرة. نعم. في الإسلام. نعم. عبر التجارة التي كانت بين العرب ودول القرن الأفريقي، لكن الدول. نعم. العربية، السعودية والإمارات، ليست موجودة ثقافيا ودينيا ومجتمعيا في القرن الأفريقي، موجودة عسكريا. هذا الوجود العسكري كيف ينظر له من إثيوبيا؟ هل هناك توجس؟ هل هناك رفض من النخب السياسية؟ هل هناك مساومة على تحقيق مصالح ومنافع متبادلة؟ كيف ينظر سياسيا لهذا الوجود؟ نعم، أنا كنت بصدد فعلا الحديث على هذا البعد. أولا يعني الآن هناك المصالح الاقتصادية بين أثيوبيا ودول الخليج تحديدا الإمارات والسعودية وقطر، ويعني هذه المصالح الاقتصادية هي تحتم أيضا الحماية الأمنية والعسكرية، لأن كل القوى الدولية والإقليمية في منطقة القرن الأفريقي بشكل عام وفي أثيوبيا بشكل يعني خاص هناك مصالح اقتصادية مشتركة لهذه الدول، ومن حق هذه الدول الإقليمية والدولية أن تحمي مصالحها الاقتصادية لأنها تشكل بعد استراتيجي. فبالتالي هذه المصالح الاقتصادية تحميها الصين من خلال قاعدة عسكرية في الصين، تحميها أمريكا من القواعد العسكرية الأمريكية في جيبوتي، فرنسا وكل القوى الدولية وحتى روسيا الآن تبحث على موضع يعني قدم وأمني لكي تؤمن مصالحها الاقتصادية. فبالتالي العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين أثيوبيا والإمارات والسعودية ودول الخليج هي تحتم على هذه الدول، على أثيوبيا ودول الخليج، أن يكون هناك تعاون أمني عسكري لحماية المصالح الاقتصادية. كما تعلم أن أثيوبيا ودول القرن الأفريقي تطل على المحيط الهندي من ناحية، ومن ناحية أخرى هي المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. فإذا منطقة القرن الأفريقي الآن تشكل لدول الخليج الأمن الغذائي لدول الخليج. الآن هل تعلم أن دول الخليج الآن تستورد غذائها وقوتها من أثيوبيا ودول القرن الأفريقي؟ فبالتالي لابد من حماية المصالح المشتركة لهذه الدول
وأهم شيء أن هذه المصالح المشتركة تقوم على الندية وعلى المصالح المشتركة التي تخدم يعني هل حماية الشعب الأثيوبي حماية المصالح المشتركة العربي. حماية المصالح المشتركة والندية أستاذ ياسين، هل يقتضي ذلك لزوما أنه مستقبلا أن تقيم إثيوبيا وبعض دول القرن الأفريقي قواعد عسكرية في الإمارات والسعودية مثلا؟ نعم نعم يعني أنت تبني هذه العلاقة على قاعدة الندية والمصالح المشتركة، نعم. وأن هناك قبولا إثيوبيا لهذه القواعد في المنطقة، هل يقتضي ذلك أنه يتوقع من قبل الإمارات والسعودية أن تبنى قواعد عسكرية إثيوبية لتحقيق هذه المنفعة المتبادلة والمشتركة في الإمارات والسعودية مثلا؟ لما لا؟ إذا كان هذا الأمر بالتوافق بالتراضي بين هذه الدول، نعم. الآن هناك، وهذا ليس بعيد أستاذ جهاد، هناك الآن ما يسمى منتدى البحر الأحمر، نعم. الدول المتشاطئة العربية شرقا على البحر الأحمر والدول الأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر، يعني نعم. فبالتالي هذا ما يسمى يعني دعت له السعودية والدول كثير، الدول العربية بما فيها الآن كل الدول في القرن الأفريقي، الصومال وإريتريا وجيبوتي، وهناك ايضا حديث عن يعني ضم اثيوبيا كعضو مراقب، لان اثيوبيا هي دوله حبيسه ليس لديها اي ميناء، ولكنها تتعامل مع هذه الدول المجاوره لها، جيبوتي واريتريا والصومال والسودان، هذه الدول لديها علاقات مصالح استراتيجيه، نعم. فحتى هناك حديث على ضم اثيوبيا في منتدى البحر الاحمر، لانه اثيوبيا كدوله محوريه، دولة بحجم أثيوبيا 120 مليون لها مصالح، ولابد أن تساهم في حفظ الأمن دول الخليج وأمن القرن الأفريقي، وأمن دول القرن الأفريقي لا يتجزأ من أمن دول الخليج. طيب أنا في المنطقة، طيب أنا أريد أن أسأل هنا الأستاذ أحمد، يعني الآن ما يبدو أنه سباق إماراتي سعودي نحو منطقة القرن الأفريقي وبناء قواعد، وخصوصا الإمارات لها نفوذ واضح في تلك المنطقة وفي ميناء عصب الإريتري وغيرها، هل هذا إذا صح التعبير السباق يقوم على قاعدة، على رؤية استراتيجية جديدة، أم على تنافس فيما بينهما، أم على حاجات جيو أمنية وجيو اقتصادية؟ كيف يمكن فهم الدوافع؟ يعني في ظني بالأخص في الإمارات أنها مبني على رؤية استراتيجية معينة، الإمارات بتقوم يعني دخولها في هذه المنطقة بدأ بشكل أكبر مع حرب اليمن، فكانت بتحتاج إلى القواعد العسكرية في أريتريا من أجل استخدامها كقواعد انطلاق منها للعمل في اليمن، كذلك من أجل قطع خطوط الإمداد ما بين إيران وبين الحوثيين، لأن هذه كانت بتمر بمنطقة يعني بحر العرب ومضيق باب المندب وغيرها، ولذلك نجد أن حتى بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تم إطلاق عدد من مجموعات العمل المشتركة في هذه المنطقة، كان من آخرها إطلاق قرابة 100 سفينة مسيرة بتغطي المنطقة من مضيق هرمز إلى قناة السويس تحت إشراف الأسطول الأمريكي الموجود في المنامة، من أجل رصد والرقابة على هذه المنطقة وقطع خطوط الإمداد الإيرانية، والإمارات والسعودية ده يعني فاعلين في هذا المشروع. فقضية حرب اليمن هذا كان عامل أساسي للتواجد في أريتريا من أجل استخدامها كقاعدة انطلاق اليمن، وكذلك من أجل قطع خطوط الإمداد الإيرانية. كذلك في أهداف مشتركة للإمارات مع أثيوبيا وبعض الدول تحت قوسين في ملف مكافحة الإرهاب، أثيوبيا كانت معنية في الصومال بعدم سيطرة قديما المحاكم الإسلامية عندما دخلت إلى مقديشو، أثيوبيا دخلت إلى الصومال حسب تقارير الأمم المتحدة، فرق الرصد المعنية بالملف الصومالي أو خط الإمداد الأساسي بالأسلحة ما زال إلى الآن إلى الصومال يأتي من اليمن من تجار الأسلحة، وأحيانا حتى يعني بعض الشحنات كانت تأتي من إيران وغيرها إلى اليمن، وبعض تجار الأسلحة من اليمن، حتى هناك بعض الأسلحة يجدها ذات أصول سعودية وإماراتية وأمريكية بيتم بيعها داخليا في ظل الحرب وتمد إلى الصومال. طيب في الصومال هذا العتاد بيستخدم في أعمال مسلحة في شرق كينيا، في أثيوبيا، بل حتى في بعض الأحداث وصلت إلى أوغندا، وكذلك في شرق السودان. هذا الاضطراب الأمني وهذا التسليح، هذا الخط الشرياني التسليح بيؤدي إلى زيادة ظاهرة الهجرة من هذه المنطقة اللي بترى فيها الدول الغربية تهديد. فالإمارات بتعتبر أن نفسها كمزود للأمن في هذه المنطقة، وهذا أحد يعني عوامل تأثيرها في الملف الدولي أنها مزود للأمن في منطقة مضطربة، ذلك هي حريصة على علاقات جيدة يعني مع عدد من الأطراف. أفهم منك أن الإمارات والسعودية تعملان هناك ربما تحت غطاء أمريكي وقبول أمريكي؟ نعم. هل أفهم هذا؟ نعم، هذا جانب. وفي
يعني النقطة يعني أيضا إضافية أشار لها الأستاذ، هي قضية أن السعودية في قضية الأمن الغذائي تعتمد على مزروعات كثيرة في أثيوبيا في السودان، فتأمين هذه المنطقة إيجاد نوع من أنواع الاستقرار فيها أيضا يعني يكفل الأمن الغذائي لها، وكذلك الإمارات يعني بشكل كبير، فهي قضية أمن غذائي، قضية دور على المشهد الدولي كمزود للأمن في منطقة مضطربة، قضية ملف اليمن وقطع خطوط الإمداد الإيراني. طيب دكتور عبد الله، في مسقط، هل يعني الأمن الغذائي سبب كاف لكي تقيم السعودية والإمارات قواعد عسكرية تنفق عليها مئات ملايين الدولارات؟ أي منفعة سياسية واستراتيجية يمكن أن يجنيها البلدان من وراء هذه القواعد العسكرية؟ نعم، يعني دعني ألخص الإجابة في نقاط. النقطة الأولى، ما أحسب أن هناك تنافسا أو صراعا سعوديا إماراتيا في منطقة القرن الإفريقي. يبدو لي أن هناك توافق ثنائي بين الدولتين لاعتبارات ذكرتها في مطلع الحديث. النقطة الثانية، أنا أحسب أن باستثناء الوجود الصيني والتركي ربما، لكن الوجود الخليجي العربي الأوروبي، أحسب أنه بتوافق تام مع الولايات المتحدة، ليس مناقضا ولا مناهضا وليس رغما عن يعني واشنطن، بل هناك توافق. عودة إلى النقطة التي أشرت إليها، نعم الأمن الغذائي مهم، ولكن أنا أحسب أن الاعتبارات الأمنية والجيوستراتيجية تأتي في المقام الأول. هذه المنطقة كما قلنا هي منطقة حيوية، هي منطقة مهمة جدا، لابد أن تكون آمنة. الدول يعني المحيطة، يعني دول القرن الأفريقي، الصومال، جيبوتي، أريتريا، أثيوبيا، وإن كانت أثيوبيا جغرافيا يعني بعيدا نسبيا، ولكن هي تعتبر ضمن دول القرن الإفريقي. هذه الدول ليست قادرة على توفير الحماية الأمنية اللازمة، وبالتالي الدول ذات المصلحة سواء يعني اللاعبون الدوليون الصين والولايات المتحدة أو الإقليميون أو الخليجيون السعودية قطر والولايات المتحدة، لابد من أن يقوموا هم بملء هذا الفراغ الأمني الذي عجزت دول القرن الأفريقي عن ملئه. فالاعتبارات الجيوستراتيجية الأمنية في تقديري أنها تأتي في المقام الأول. الصومال مضطرب وعاجز عن توفير هذه الحماية، جيبوتي دولة صغيرة، أريتريا لم تتعافى بعد من أزماتها يعني الداخلية واحترابها مع يعني أثيوبيا. أثيوبيا أيضا مرت مؤخرا بأزمات داخلية بدأت الآن تتنفس الصعداء وتخرج من هذه الأزمات. أثيوبيا أكثر الدول حرجا فيما يتعلق ب لو قورنت ب يعني جيرانها الآخرين، لأن ليس لها امتدادات على البحر الأحمر، وهي يعني أكثر الدول يعني أكبرها مساحة وأعظمها سكانا وأقدرها على أن تكون سوقا اقتصادية واعدة وتوفير الموارد، ولكنها ليست مشاطية. هذه نقطة الضعف التي تعتري أثيوبيا. فالاعتبارات الأمنية في تقديري تأتي في المقام الأول. أحد الضيوف أشار إلى قضية اليمن. نعم، دول الخليج غارقة في أزمة اليمن التي لا يبدو أن لها نهاية قريبة، واليمن تسيطر جزئيا على باب المندب، وبالتالي وهي عاجزة بتمزقها وتشظيها وضعفها، عاجزة عن توفير الحد الأدنى لحماية باب المندب من جهتها، أي من الجهة الشرقية، وبالتالي لابد من أن يملى هذا الفراغ يعني أيضا. نعم. وليس هناك أكثر قدرة من الإمارات والسعودية باعتبارهما الدولتين الأكثر ضلوعا في الأزمة يعني اليمنية، ليس هناك أقدر منهما على ملء هذا الفراغ الذي عجزت اليمن وعجزت الصومال وعجزت دول القرن الأفريقي عن ملئه. فالاعتبارات الجيوستراتيجية تأتي في المقام الأول، ثم تأتي الاعتبارات التجارية والاقتصادية كالأمن الغذائي وغيره. نعم. طيب أستاذ ياسين، أكثر من 20 قاعدة عسكرية في دول القرن الإفريقي ل16 دولة، مع ذلك لا يلحظ أن هذه دول القرن الإفريقي حصلت منافع سواء كانت استراتيجية أو سياسية أو حتى اقتصادية من هذه القواعد. يعني ما زالت شعوب هذه المنطقة هي من الأكثر فقرا في العالم. أي منافع يمكن أن تجنيها دول القرن الإفريقي من هذا الوجود؟ أولا، أنا أعتقد يعني قضية وجود القواعد العسكرية في القرن الأفريقي هي بدأت يعني
توجه من الغرب يعني خاصة الدول الأوروبية تحديدا فرنسا وبريطانيا وبعد الحرب العالمية الثانية وامتدت أيضا لروسيا وكذلك يعني التنافس الدولي المحموم بين الصين وروسيا من ناحية وأمريكا والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. فبالتالي هذه القواعد العسكرية هي لديها يعني في سياق تاريخي، ولكن الآن الجديد أنه أيضا تداخل المصالح الاقتصادية، وأنا يعني اختلف مع ضيفيك الكريمين أنه العلاقات الآن الموجودة ليس بالدرجة الأولى هو البعد الأمني، ليس يعني العلاقات مبنية على الملفات الأمنية، هي المصالح الاقتصادية المشتركة لهذه الدول، دول الخليج وأثيوبيا ودول القرن الأفريقية، حتمت أيضا حماية هذه المصالح الاقتصادية بالتواجد الأمني. فبالتالي تركيا الآن مثلا التواجد التركي الأمني الآن مقارنة مع التواجد الأمني الخليجي، التواجد التركي أكبر في الصومال، أكبر قاعدة عسكرية لتركيا متواجدة في الصومال، وكذلك أيضا في بعض الدول القرن الأفريقي. فبالتالي الآن هذه الدول، دول القرن الأفريقي الآن بعد مجيء انتخاب دكتور أبي أحمد لسدة الحكم، وصولي لسدة الحكم والمصالحة الأثيوبية الإريترية، وتوجت أيضا بالتحالف الثلاثي الصومال وإريتريا وأثيوبيا، هي هذه الدول القرن الأفريقي الآن تشكل لخلق كتلة أو لخلق وحدة إقليمية. يعني هناك فكرة الآن الاتحاد لدول القرن الأفريقي يعزز التعاون على أساس يعني مثلا رؤية ممكن مستقبلية الكونفدرالية، الاتحاد لدول القرن الأفريقي، والآن تدعمه الصين وتدعمه دول أخرى، تركيا حتى بما فيها دول الخليج. الآن في هناك حراك لهذه الدول القرن، في وعي أيضا من شعوب دول القرن الأفريقي على المصير المشترك، على المصالح المشتركة. فأنا أختلف أيضا يعني أن هذه الدول القرن الأفريقي ليست فقيرة، إنما هي في السابق كانت تفتقد إلى الحكم الرشيد، إلى ديمقراطيات، وإلا لماذا تأتي هذه الدول يعني غربا وشرقا من وراء المحيط تأتي تستثمر في هذه الدول؟ معناتها هذه الدول القرن الأفريقي هي مليئة، لديها يعني تحوي بالموارد الطبيعية، هناك النيل، هناك الغاز، هناك المواد الغذائية، الثروة الحيوانية. نعم. هناك أيضا أثيوبيا بسوق كبير، صحيح الدولة حبيسة، أثيوبيا ليس لديها يعني ميناء، ولكنها أيضا اقتصادها متصل بهذه الدول. فأنا أعتقد الآن هناك في محاولة من قادة الدول لدول القرن الأفريقي لتوحيد التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، وربما نأمل في المستقبل أن هذه القواعد العسكرية خاصة التي تأتي يعني من وراء المحيط أنها يعني ليس لا ضرورة لها، ولكن أنا أتفهم أن وجود التواجد العسكري والأمني للسعودية والإمارات في أثيوبيا ودول القرن الأفريقي هو يأتي لحماية المصالح الاقتصادية. طيب. المشتركة. أما ما يتعلق قضية اليمن، قضية اليمن هذه مسألة مشكلة تحل في إطار جامعة الدول العربية، في إطار مجلس التعاون. ممكن. طيب. أثيوبيا أن تساهم في حل هذه الحرب، إنهاء الحرب اليمنية، فليس لها علاقة. نعم. نعم. بأن تكون أثيوبيا ساحة صراع. طيب، هذه الفكرة وضحت أستاذ ياسين، لكن نريد أن نتحدث عن، وهنا طبعا السؤال موجه للأستاذ أحمد وأرجو الاختصار، نريد أن نتحدث عن المتوقع من الشكل أو ملامح الجغرافيا السياسية الجديدة لهذه المنطقة، وإذا ما كان الصراع الدولي والتنافس الدولي بين روسيا والصين من جهة وأمريكا من جهة أخرى يمكن أن ينعكس على التنافس الموجود على الأرض القرن الأفريقي بما يعيد رسم الجغرافيا السياسية. هل ثمة رؤية في هذا السياق؟ يعني فيما يخص الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على ألا تترك مساحة للدول المنافسة للتمدد في هذه المنطقة. روسيا عندما أرادت أن تقوم ببناء ميناء عسكري في السودان كان هناك ضغوط أمريكية وكذلك ضغوط مصرية وغيرها على السودان، وتم تجميد هذا الأمر. كذلك الوجود الصيني، هناك محاولة أمريكية بتفعيل الاستراتيجية الأمريكية للساحل والصحراء، وكذلك المبعوث الأمريكي لإفريقيا من أجل محاولة عمل استثمارات وغيرها لتحجيم الوجود الصيني. فظني أن الدول الكبرى هي منشغلة بملفتها، أما الدول العربية والإقليمية
فالأمر يرتبط بطبيعة العلاقة بينها. يعني على سبيل المثال عندما حدثت الأزمة الخليجية انعكس هذا على الموقف الصومالي، الحكومة الصومالية وقفت بجوار قطر، أما إقليم أرض الصومال وإقليم يعني بونتلاند وقفوا بجوار السعودية. طب في حالة المصالحة الخليجية بين السعودية وقطر تتلاشى هذه المشاكل أو يتم تقليلها. فالأمر يرتبط بالعلاقات بين هذه الدول بعد المصالحات التركية الخليجية والخليجية مع بعضها البعض. ظني هذا ينعكس أيضا على هذه المنطقة، ليس من مصلحة الآن قطر والإمارات أو تركيا أن تدخل في صدام من هذه مع هذه المنطقة. وعادة الدول الإقليمية هي التي يعني تدعم أو تعزز حالة الهوة بين المكونات المجتمعية وحالة الاحتراب الموجود. رأينا في الصراع بين التجراي والحكومة الأثيوبية عندما أوشك التجراي على الاقتراب من أديس أبابا، جاء أبي أحمد إلى هنا وحصل من تركيا على طائرات بركدار، وكذلك دعمته الإمارات، حتى إيران بعتاد عسكري استطاع به أن يكسر هذا الهجوم. فالشاهد أن مواقف القوى الإقليمية ستنعكس والعلاقات بينها ستنعكس على استقرار هذه المنطقة وليس العكس. يعني المنطقة غير قادرة على تشكيل سياسات هذه الدول، إنما التوافقات الدولية والإقليمية هي التي ستشكل طبيعة العلاقة بين الأطراف الموجودة والمكونات المجتمعية الموجودة في القرن الأفريقي. طيب دكتور عبد الله، وأشكرك على الاختصار. دكتور عبد الله، يعني باختصار من فضلك، يعني الآن هذه الدول ما زالت يبدو أنها شهيتها مفتوحة لبناء مزيد من القواعد في القرن الإفريقي، ماذا بعد ذلك؟ يعني هذا المسار إلى أين يمكن أن يقود؟ هل هناك يعني يمكن أن نسميه انفجار في بناء هذه القواعد، وماذا بعد ذلك؟ أحسب أن بناء القواعد ليس مقصودا لذاته، وإنما هو أداة من أجل حماية المصالح العليا لهذه الدول. فليس هناك دولة يعني تقدم على بناء أو إقامة قواعد عسكرية لمجرد يعني التباهي أو الحضور العسكري أو كذا، لأن هذا مكلف، هذا مكلف يعني ماليا، مكلف سياسيا، مكلف استراتيجيا، وبالتالي ليس هناك شهية قائمة لذاتها من أجل التوسع في بناء القواعد، ولكن هناك ضرورات يعني استراتيجية تملي على هذه الدول إقامة هذه القواعد. فأظن أن المنطقة الآن لكن معذرة دكتور عبد الله، التقارير تتحدث عن أن هناك يعني خطط إماراتية تحديدا لبناء مزيدا من القواعد في تلك المنطقة، كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ أنا أظن الإمارات معنية بإدارة مواني أكثر منها معنية يعني بناء يعني قواعد عسكرية. كما أشرت يعني بناء القواعد العسكرية يأتي لسد الاعتبارات الأمنية الجيوستراتيجية. نحن نتحدث عن دولتين مثلا، دولة عربية هي اليمن ودولة من دول القرن الأفريقي هي الصومال، هاتان الدولتان مضطربتان جدا، حبل الأمن في هاتين الدولتين مضطرب جدا، وأنت لك مصالح في هذه المنطقة، وبالتالي لابد من وجود يعني أدوات أن تمتلك الدولة الإمارات أو السعودية وغيرها، أن تمتلك أدوات أمنية لحماية مصالحها، سواء مصالحها الأمنية أو الاقتصادية أو التجارية. الأخ الكريم أشار إلى أن هذه دول القرن الأفريقي ليست فقيرة، أنا أتفق معه تماما، هي من حيث وفرة الموارد ليست فقيرة، ولكنها فقيرة من حيث يعني بنيتها السياسية، أنظمة سياسية هالشيء، حالة احتراب. فلا نتوقع من الدول الخليجية أو العربية أو حتى القوى الإقليمية أنها جاءت من أجل ازدهار هذه الدول، وإنما جاءت من أجل مصالحها. على هذه الدول أن تلتفت هي أيضا إلى يعني مصالحها، وأن لا تعول على. معذرة دكتور، أدركنا الوقت. نعم، وضحت الفكرة، أدركنا الوقت. يعني من فضلك بدقيقة واحدة أستاذ ياسين، يعني هل من المتوقع أن تتحول بلدان هذه المنطقة في ضوء التوافد العسكري إليها إلى بقعة حرب باردة جديدة بين الدول في ظل ما يقال عن إعادة تشكيل النظام الدولي الجديد؟ هل ثمة إحساس بأنها ستكون إحدى قبلات الحرب الباردة الجديدة؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه حقيقة الآن أول شيء أتفق مع الدكتور عبد الله فيما يعني ذكره، أن هذه الدول عندما يعني تحاول تحمي يعني الهدف من التواجد الأمني هو حماية المصالح العليا، وأنا في تقديري هي المصالح الاقتصادية. ردا على سؤالك، أنا أعتقد أنه حتى دول الخليج هناك الآن تحول في استراتيجيتها، كثير من دول الخليج الآن لديها تنويع في تحالفاتها الاستراتيجية شرقا وغربا، ليس فقط تحالفات تقليدية مع أمريكا وأوروبا. الآن نرى المملكة العربية السعودية والإمارات لديها علاقات مع الصين وروسيا. فأنا أعتقد المتغيرات الدولية والإقليمية بعد حرب
أوكرانيا وروسيا تحتم إعادة يعني تأصيل إعادة تأصيل العلاقات بين الدول الخليج والدول القارة الأفريقية على أساس المصالح المشتركة، وهناك وعي متزايد لدى شعوب دول القارة الأفريقية وحكومة وشعوبا أنه القارة الأفريقية لن يكون لن يكون ساحة صراع للمصالح حال الصراع للتكالب والتضافر وتقاطع المصالح أو حتى وضحت يعني الفكرة صراع المصالح في القارة الأفريقية. وضحت الفكرة، بدل أن نكون ساحة صراع نريد أن نكون ساحة تنمية وسلام وتزويد. وضحت الفكرة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ياسين. صوت يتقطع مع وضوح الفكرة تماما. أشكرك على هذه المشاركة مشاهدين الكرام. ختاما أشكر ضيوفي في الاستوديو الأستاذ أحمد مولانا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، وعبر سكايب من ستوكهولم الأستاذ ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية بالسويد، وكان معنا من مسقط الدكتور عبدالله الغيلاني الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية. والشكر الأكبر موصول لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.